السفارة باسم السفير أعضاء السفارة، إنما نقدم أيضا رسالة تهنئة من السيد رئيس الجمهورية، وأحب أن أتلوها على سيادتكم الإخوة والأخوات جميع أبناء مصر المسيحيين بالخارج. يسعدني أن أبعث إليكم بأصدق التهاني بمناسبة الاحتفال بعيد ميلاد المجيد، واختنم هذه المناسبة كي أعرب عن أطيب تمنياتي لكم بالنجاح والتوفيق، ولمصرنا الغالية وشعبها العظيم بدوام العزة والرفعة، مع أطيب تمنياتي وكل عام وأنتم بخير. عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية. هو كحك قريبة في فورة، احنا كمان بنعاين معاك. النهاردة بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، الاستقبالات كانت النهاردة حافلة، وسعدنا بوجود سعادة السفير المصري السيد أمجد عبد الغفار، حضر لتهنئة الجالية القبطية بالعيد السعيد، وحضروا أيضا السادة أعضاء المجالس المصرية والاتحادات المصرية. تربطنا بهم محبة كبيرة وتعاون وتفاهم، ودايما نلتقي في المناسبات والأعياد، نتبادل الود والمحبة، وتظللنا محبة وطننا الأم مصر. وشعرنا بالأمس بالفخر والاعتزاز في افتتاح الكاتدرائية في العاصمة الإدارية الجديدة، كانت مصدر فرح وإعزاز بالكنيسة وبالمصر بحالها. ربنا يعيد الأيام بالخير علينا وعلى مصر بحالها وعلى كل الأحباء، وكل عام وانتم طيبين. شكرا جزيلا. أنا سعيد بوجودي النهاردة، حضرت لأقدم رسالة تهنئة من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لأبناء الجالية المصرية المتواجدة في هولندا من خلال كنيستها الرئيسية الموجودة في مدينة أمستردام برئاسة أبونا الأب أرساني. الرسالة رسالة تهنئة ومودة ومحبة، ومثلما ذكر السيد الرئيس أمس في الاحتفال اللي سعدنا أن يقام لأول مرة في الكاتدرائية الموجودة في العاصمة الإدارية، هي رسالة للعالم أن لا يوجد فرق بين مصري وبين آخر، إنما لدينا كلنا محبة ووئام كشعب واحد، وأن محاولات التفرقة والدسيسة هي غير موجودة في اللغة المصرية، إنما نحن نعمل سويا كشعب مصري واحد بعزم لمواجهة التحديات. ومن ضمن التحديات التي نواجهها في هذه المنطقة التي مرت بظروف وأزمات هي تحديات مواجهة التطرف، مواجهة الإرهاب، مواجهة قوى التخلف، وبمشيئة الله عازمون وناجحون في مسيرتنا تحت قيادة السيد الرئيس الحكيمة. وباسم السفارة وباسمي كسفير لمصر في مملكة هولندا، أقدم التهنئة لكافة أبناء الجالية المصرية بمناسبة العيد الميلاد المجيد، ونقول إن شاء الله بتكون سنة جميلة وسنة فيها الخير والازدهار لشعبنا المصري في الداخل والخارج الذي هو جزء من مصر، وبنعتز به وبنعتز بجاليتنا. ومثلما ذكرت في كلمتي، أنتم جزء من الأصل، وأنتم السفارة من خلالكم تعتمد عليها في التواصل وفي نقل الرسالة الصحيحة عما يجري في مصر، وأيضا لتعزيز العلاقات بين مصر وبين الدول اللي أنتم تتواجدون بها. وشكرا، وكل عام وأنتم بخير. احنا بقالنا أكثر من 25 سنة متواجدين هنا في أمستردام، كل سنة تقريبا بنيجي نهنئ الأخوة الأقباط، والنهاردة جايين نهنئ قداسة الأنبا أرساني أسقف هولندا وبلجيكا على المناسبة الطيبة اللي موجودة بأعياد الميلاد. النهاردة حقيقة احنا جايين
لان احنا حريصين كل سنه باسم المراه العربيه وباسم الجاليه المصريه ان احنا نحضر ونشارك في حفلاتنا. احنا بنعتبر ان الكنيسه هنا بيتنا، بيتنا الثاني زيه زي المسجد. يمكن احنا بنيجي الكنيسه اكتر ما بنروح المسجد. وجاي النهارده علشان اهني اخواتي المسيحيين وابونا هنا بعيد الميلاد المجيد، وان احنا دايما شعب واحد واحنا اخوات كلنا، والعيد النهارده عيدنا كلنا، وان شاء الله خير باذن الله على مصر كلها. جايه النهارده علشان عيد للإخوة وحبايبنا المسيحيين، وكل سنة وهم طيبين وعيد سعيد عليهم يا رب وعلى الأمة العربية كلها، لأن ده مش عيدهم هم بس، ده عيدنا إحنا كمان. وطول ما إحنا مترابطين بكلمة تحيا مصر بتبقى إن شاء الله كل حاجة هتزول.